الكرة لفريق الجبلين والبينية والعرضية من يقام لهذه الكرة والرأسية والهدف الأول نعم الجبلين يسجل في تنورة اللاعب النيجيري فرحة كبرى لهذا الفريق فريق الجبلين نعم هدف أول افتتاح التسجيل لفريق الجبلين عادل نعم هو الذي يقول أنا الذي بدأت الهجمة عادل الدويب لكن الكرة العرضية الرائعة والهائلة والرأسية ممتازة هذه الكرة من اللاعب رقم